اهلا بحضراتكم من جديد، مستمتع بالحوار مع ضيفي ابن النادي الاهلي السابق ولاعب نادي اسوان الحالي ما شاء الله المتالق الكابتن عمرو حلواني. دلوقتي تفاعلوا معانا وابعتوا لنا على هاشتاج هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي. وجه رسالتك لعمرو الحلواني ابن الاهلي في تالقه في الموسم الاخير. بعد تالقه في الموسم الاخير ما شاء الله عندنا تفاعل كبير جدا من كل الجماهير علشان عمرو حلواني او كابتن عمرو حلواني موجود معانا. هنقول كل رسائل حضراتكم دلوقتي على الهواء مباشره. كابتن عمرو، كنت بكلمك عن اول مباراه ليك مع الفريق الاول في النادي الاهلي، فاكر الذكريات؟ طبعا. مين اللي بلغك؟ اول لما هحكي لك الاول انا طلعت ازاي. اول تمرين لعبت، اول لما مستر مارو جوزيه لعبت، كنت جاي من منتخب الشباب مع الدكتور محمد علي الله يرحمه. وبعد كده كنت انا متصعد مع الفريق ال 20 سنه. وكنا هنلعب ماتش ساعتها، كان مستر مارو جوزيه جه في الفتره اللي هي بتاعت 2004، كان ساعتها النادي الاهلي ما كانش كان لسه بيبني فريق وكده، وكان ساعتها في توقف دوري حوالي شهر، كان بطوله بتاع كابتن محسن صالح في تونس، فكان في توقف دوري. فكابتن مستر مارو جوزيه قال انا عايز اتفرج على الناشئين عشان يشوف فتره التوقف بتاعته هياخد مين معاه الفتره الجايه وكده. فكان عندنا ماتشات، كنت جاي من المنتخب، كنت متصعد انا قبل، يعني كان عندي ساعتها 18 سنه ومتصعد من 20. كان عندنا ماتش ودي مع فرقه اسمها الكونغو في التيتشي، يعني مستر مارو جوزيه قال للعيبه الفرقه ال 20 سنه مش هتلعب في مدينه نصر، ده مدينه نصر التيتش عشان هو اتفرج عليه ويبقى متابعهم. كان بالصدفه انا لعبت بالصدفه، كان قبلها بيوم كان عماد النمر هو اللي بيلعب باك ليفت، كان كابتن فتحي مبروك هو المدير الفني، فتقريبا مش عارف حصل حاجه كده في الفاولات وكده، فكابتن شدوا مع بعض شده خفيفه كده، فكابتن فتحي قال له لا انت مش هتلعب بكره بسبب الشده دي. فكنت انا بقى في الفرقه الثانيه، فكابتن فتحي مبروك نادالي قال لي يا عمرو هتلعب باك ليفت؟ قلت له طبعا يا كابتن العب باك ليفت، ايه المشكله؟ انا عايز امسك. بتلعب ايه قبلها؟ كنت بلعب هاف ليفت قدام في الحته رقم 10 هاف رايت. فقال لي تلعب باك ليفت؟ قلت له طبعا العب باك ليفت، انا عايز اخد فرصه وعايز العب بقى وعايز يعني امسك فيها يعني. فقال لي خلاص. كان تاني يوم في التيتش، طبعا ده كان كاس مصر، كاس مصر. ده الكاس ده اللي بعديها كابتن صعب حفيظ وكابتن هادي الخشب اعتزلوا، ده اليوم اللي اعتزلوا فيه. كان هم اليوم كنت انا معاهم في السنه دي، وساعتها كابتن سيد كان زعلان جدا وكابتن هادي، بس الحمد لله يعني. فبعديها كان عندنا ماتش مع كونغو، لعبت باك ليفت، عملت ماتش يا كابتن اسامه الحمد لله كان ربنا بقى موفقني، عملت ماتش حلو قوي. كان مستر مارو جوزيه بيتفرج هو والجهاز الفني كله، كان ساعتها كابتن حسام البدري، كابتن حسام عرابي كانوا مع مستر مارو جوزيه. بعديها باربع ايام كان عندنا برده ماتش مع فرقه من تشيك، برده نادي هنا كان عامل فتره هنا في تشيك، برده لعبت الماتش، عملت ماتش جامد جدا، جبت جون وعملت جون الكروس وجبت جون. بعديها كان عندنا الدوري ابتدى بقى بتاع ال 20 سنه، كان اول ماتش في الدور الثاني كان الاسماعيلي والزمالك. الصوره الحلوه دي قبل ما نروح للاسماعيلي والزمالك، قول للكابتن ياسر رضوان. طبعا دي الصوره اول لما صعدت فريق اول. كابتن خالد بيبو طبعا، دول نجوم كبيره جدا يعني، كابتن ياسر رضوان، كابتن سامح حفيظ، كابتن خالد بيبو، كابتن محمد عماره، دول من الناس اللي انا يعني اول ما طلعت كنت يعني نفسي اشوفهم على الحقيقه، كنت اتمنى اشوفهم على الحقيقه. اتصورت جنبهم الحمد لله، وهم وقفوا جنبي من الناس اللي ساعدتني. وبرده انت كابتن اسامه اللي ساعدتني برده من الفريق الاول، وانت اللي بلغتني ان انا اطلع فريق اول، عشان انت كنت قاعد ساعتها معايا في الاستراحه. وجيت بعد ماتش الزمالك قلت له خد بالك الفريق الاول بيتكلم عليك كويس جدا، ممكن تطلع في اي وقت الاسبوع ده. وبالفعل بعديها بس حصل موقف حلو قوي لما طلعت فريق اول. كنت انا في الاستراحه، كان يوم جمعه. انا فاكر اليوم احسن حاجه فيك انك فاكر الايام بالتوالي. كل حاجه بالظبط، اصل يعني الحاجات دي ما بتتكررش. كان يوم جمعه، قعدت في الاستراحه، نايم في الاستراحه في الاوضه، لقيت عم سيد العامل وانا نايم، كان يوم جمعه الساعه 10 الصبح، بيصحيني من النوم بيقول لي كابتن جابتن، قلت له لقيت جايب لي الجورنان، كان الجمهوريه او المسا تقريبا، تصعيد عمرو الحلواني للفريق الاول. طبعا انا يعني اتخضيت. طب صورتك كمان الفريق الاول بقى. دي كان ماتش في 2006، كان فتره توقف بتاع المنتخب اللي خد فيها كاس العالم، كاس الامم بتاع كابتن حسن شحاته، كان في مصر. ده كان فتره توقف برضو، كنا بقى ماتشات وديه، وكنا ما خلاص كنت ساعتها في فتره مع الفريق الاول، خلاص كنت بقالي سنه مع الفريق الاول ولا حاجه. فده برضو كان ماتش حلو جدا، كان برضو كان نجوم كبيره جدا 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 يعني. فساعتها كان جالي الجورنان تصعيد عمرو حلواني الفريق الاول. كان عندي تمرين بعد الصلاه، كابتن فتحي مبروك وكابتن ضياء السعيد ما قالوليش حاجه، انا مستني بقى عايز اطلع، عايز اخد فرصتي اطلع مبسوط يعني، ما قالوليش اي حاجه خالص. بالليل بالصدفه لقيت كابتن اسامه عرابي في نادي مدينه نصر، قال لي عمرو انت ما جيتش ليه التمرين النهارده؟ قلت له مش عارف والله كابتن، ما حدش بلغني، ولازم وطبعا ما ينفعش اعمل اي حاجه من غير لازم يكون في حد يبلغ حد في النادي الاهلي، مش حاجه وخلاص. فالاداري كلمني ساعتها كابتن عماد اليماني الله يرحمه، هو اللي كلمني في التليفون وقال لي يا عمرو انت بكره معانا مع الفريق الاول، بس قبل ما تخش كلم يخش على اوضه كابتن سامة البطل.
قلت له طب تمام. ما نمتش طبعا اليوم ده ومرعوب خالص، مرعوب ومبسوط يعني، مرعوب اللي انا طبعا راح للنادي الاهلي حاجه كبيره، ومبسوط اللي ده الحلم اللي انا يعني بسعاله وانا عندي 10 سنين عايز اوصل للهدف ده لليوم ده يعني. فروحت كابتن ثابت البطل طبعا، لقيت عم حارس مستنيني، كنت متاخر 5 دقايق كده، قال لي انت متاخر كمان كابتن ثابت لا عم حارس قال لي انت متاخر حارس اديك التعليمات مستنيني على الباب انا فاكر والله 5 دقايق كان قال لي انت متاخر، قلت له معلش انا مش عارف وبتاع، فقال لي كابتن ثابت البطل مستنيك. اول ما دخلت كابتن ثابت قال لي انت متاخر كمان اول 5 دقايق، قلت له معلش يا كابتن. كانت ساعتها مستر مانو جوزيه قاعد وكابتن ثابت بدري طبعا، سلمت عليهم، كنت اول مره اشوف مستر مانو جوزيه يعني فيس تو فيس يعني لايف يعني، سلمت عليه وقعد معايا. قال لي بص انا جبتك هنا، ساعتها كنت انا وحسام عاشور يعني، قال لي انا جبتك هنا عشان انا مقتنع بيك، عشان انا عارف ان انت لعيب كويس وعارف انت لعيب مميز، وان شاء الله تفيدنا وتفيد نفسك وما تخافش، واحنا في ظهرك والنادي الاهلي بيحب ولاده وانا اتفرجت عليك كتير وانا مقتنع بيك، وان شاء الله يبقى اضافه قويه لينا. مستر مانو جوزيه بقيت فرحان جدا. بعد كده قمت كابتن ثابت البطل طبعا كلمني قال لي خد تعليماتك مني انا بقى، وخليك راجل وخليك ابن النادي الاهلي وارفع راسي، دي المسانده اللي وارفع راسنا، انت ابن النادي الاهلي انت غير اي حد. كابتن ثابت الله يرحمه والله قال لي انا فاكر الكلام، قال لي انت غير اي حد، انت هنا ابن النادي الاهلي، اي حد ابن النادي الاهلي بيطلع كلنا في ظهره، كلنا معاه، هتلاقي هنساعدك مره واثنين وثلاثه وما تقلقش وما تخافش واحنا في ظهرك. قلت له يا كابتن ان شاء الله هرفع راسك. قال لي ارفع راسي واحنا بنحبك وكل الناس عارفه ان انت لعيب مميز. قلت له ان شاء الله يا كابتن وهلعب باسم النادي الاهلي وروح النادي الاهلي ما تقلقش خالص، انا متعود على كده. ونزلت التمرين